باش نعطي واحد الفكره يعني في المجتمع ديالنا، يعني في حاله العمل هذا كيبقى عمل يعني فردي، يمكن يمكن الام ديالها تكون دازت بشي فتره يعني ديال التربيه كانت عندها ماشي هي هذيك، او يمكن عندها ضغوطات نفسيه، يمكن حيت جات مع جائحه الكورونا بنادم راه كاينين بزاف ديال العنف اللي وقعت في الفتره ديال فتره الكورونا اللي بين الازواج ولا بين الاباء مع الابناء ديالهم. هذا ما كيعطيش بان المجتمع ديال مدينه العرائش او المجتمع الشمالي او ديال اقليم العرائش يعني بانهم هما حنا عندنا هاد التربيه بهذه الطريقه هذه راه المستحيل، راه ما كايناش هاد التربيه. كاينه بعض الامور اللي كيكونوا كيربيو الابناء ديالهم كيكون بعض يعني طريقه يعني كتكون كيكون واحد الضرب خفيف او كينهطوا في ولادهم او كما تربينا، راه كاينه كتكون واحد العصا اللي كتكون هي خفيفه، ولكن هاد الطريقه اللي دارت هاد السيده هذا كيبقى عمل فردي بالنسبه ليها، يمكن عندها ضغوطات نفسيه، يمكن الحاله الاجتماعيه ديالها ماشي هي هذيك، يمكن عندها شي مرض عاد تكون ولا عاد زاد لها، يعني كيبقى مساله كتخصها هي ما كتخش يعني المجتمع ديال مدينه العرائش، لان كيبقى هذاك العمل عمل فردي. المهم الحادثه اللي وقعت اللي تصغبت اليوم في مدينه العرائش المتعلقه في المراه اللي علفت الابنه ديالها فالده الكبد ديالها، وهاد الواقعه وقعت هذه 7 شهور ولا 8 شهور عاد تسرب يعني الفيديو اليوم، ولهذا فهي ظاهره بكل صراحه هي عالميه ديال العنف ضد النساء. ما كاينش ناس الشمال كيعنفوا مثلا اكثر من الجنوب، والجنوب اكثر من الشرق، حنا كلنا هذه ظاهره انسانيه، ولكن حنا ضد العنف ضد الاطفال، وان ديك المراه فعلا تجردت من الامومه ديالها ويعني وعنفت البنت ديالها بواحد الطريقه يعني عقابيه يعني ماشي في صالح ديك البنت وماشي في صالح يعني الطفوله المغربيه. ولهذا في هذا الصدد كنددوا بالعنف ضد الاطفال، سواء كانوا في الشمال في العرائش في طنجه في الدربيده في الدخله في السنغال في كوت ديفوار ولا كان في الهند. المهم حنا ضد يعني العنف ضد الطفوله البريئه اللي ما عندهاش شي مثلا لا حول ولا قوه لها. ولهذا كان من هذا المنبر كذلك كان نطلبوا من العداله بس تكون واحد محاكمه عادله لهذه المراه وتشوف يعني البيئه ديال هاد ولا مشات هاد المغرب مثلا للسجن، ديك البنت غتمشي للاصلاحيه، اذا الاسره غتشتت. لهذا كنطلبوا العداله باش تكون منصفه في حق هاد المراه، يكون يعني ويخذوا بعين الاعتبار ديك الاطفال ديالهم ويعطيهم واحد اون لوسون مورال، يعني واحد درس معنوي ماشي عقابي. انا عمري ما كنت متفق مع بان العنف هو السبيل الانجع لتربيه الطفل. الطفل خصنا نتعاملوا دائما معاه بالحوار، نخليوه يمارس الحقوق ديالو، اللعب حتى مدروس يضحك، ونحاولوا نتقربوا منه بواحد الطريقه هي محبه، ولا كنا غادي نوبخوه بلا ما نوبخوه بالعنف، بكلمات تكون تحفيزيه، كلمات اللي تخليه يحس براسو بانه راه ماشي مسؤول على هذاك الدم اللي عمل. بالاضافه الى فيما يخص على ان امهات ساكنه الشمال او شمال المغرب، ماشي كلهم كيعنفوا، ماشي كلهم على خطا، كتبقى المساله ديال كل واحد والمستوى الثقافي ديالو، المستوى الاخلاقي، القيم، التنشئه اللي تربى فيها داخل البيت. لان الطفل سبحان الله اذا شاف الام ديالو كتعنف ضروري غادي يعنف، ولكن اذا شاف الام ديالو مسالمه كتغني كتحن كتعطف، اذا غادي يكون قدوه لها في المستقبل ان شاء الله. في البدايه على حسب ما راج يعني في مجموعه ديال المواقع يعني في صفحات الفيسبوكيه حول واحد الام اللي كتعنف الابنه ديالها بحال الطريقه اللي هي وعشيه. هنايا كاين واحد التنديد اللي هو شديد بالنسبه لهذه الممارسات يعني
كنعتبروا بان ممارسه لا انسانيه هذه اللي تمارست مع الطفله هذه. وكنتمنوا بان لان دائما الام كانت رحيمه بالابناء ديالها، وكنتمنوا بالنسبه للام هذه بانها تحل على شي طبيب نفساني. الكلمه اللي مجموعه ديال الاشخاص اللي كيقولوا بان يعني الشمال معروف بالتربيه هذه، احنا كنقولوا بان الشمال معروف بالطيبوبه ديال القلب وبالامومه وبالحنان، وبان الهضره هذه ما كايناش. وكنتمنوا كذلك من النيابه العامه بانها تفتح واحد التحقيق يعني في هذه النازله هذه، بحكمها هي رئيسه الخليه يعني ديال التكفل بضحايا النساء والاطفال في هذه المساله هذه، والقضاء ياخذ المجرى ديالو، والطفله هي تمشي عند الطبيب النفساني مسكينه لان عشت واحد الظروف اللي هي كارثيه. وتحياتي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.